وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أشاد النواب باتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، واتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب. يعني طبعا من أهم الموافقات اللي تمت النهاردة هي الموافقة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 المقضي بالموافقة على يعني اتفاقية المنحة الخاصة بتطوير مدينة دهب واللي صادرة من البنك الإسلامي للتنمية. في الحقيقة احنا بنقول نسمي هذه الخطوة لأنه التوسع في المنح خلال الفترة الحالية أعتقد أنه يجب أن تكون أولوية من قبل الحكومة، وخاصة فيما يخص إعادة إعمار وتنمية المناطق والمحافظات الحدودية. قلنا النهاردة العدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية غاية في أهمية بانضمام مصر إلى اتفاقية مع منظمة اليونسكو، وهي خاصة بأن احنا الحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد المصرية كان لا يعترف بشهادتهم في عدد من الدول العربية، فانضمامنا لاتفاقية اليونسكو مع الشركاء هتدي فرصة جيدة ان هي من خلال اليونسكو ان يتم الاعتراف بشهادتنا، وتؤهل دول الخريجين بعد الاعتراف بشهادتهم العليا ان هم يتم يعني ان هم ياخدوا الماجستير والدكتوراه، وكل دي هتؤدي في الاخر وفي النهاية إلى توفير فرص عمل محترمة لخريجينا في الدول العربية والدول الإفريقية.